بكم، معكم المسرحي محمد ميهوي. باغي نسقسيك حصة ترفيهية، تجربة سمعية بصرية من خلالها نكتشف كل خصال الجزائري اللي يقدر يقف معك في أي موقف حرج أو صعب. كل حلقة نختار شركاء منكم أنتم مشاهدين، ونصنع معكم لحظات مبنية على الفكاهة، الارتجال، مفاجآت والفرجة. حاولنا نضعكم في مواقف حرجة وغير متوقعة، لكننا تفاجأنا بقدرتكم على التأقلم ولا حسكم الفني الأكيد والحاد. بالغنا بالغتم، غنينا غنيتم، ضحكنا ضحكتم معنا، الأهم اكتشفنا أنكم طيبون. الله يعطيكم الصحة. حلقة اليوم صورناها بين ميناء وهران والسغاليم. طلبنا من مجموعة من مرة تعوض الصياد الكبير اللي عاش مغامرة عجيبة في أعالي البحار. شوفوا واش حكاو لنا. حصة باغي نسقسيك في مدينة السغاليم. تلاقينا ورنا فرحانين ويسعدنا أن نلتقي أكبر بحار في العالم. السيد إيكروفا عبد العزيز من الجزائر العاصمة. بدلها إيكروفا، قول إيكروفا ولا قول شوفي البحار. السلام عليكم، من مدينة السغاليم حصة باغي نسقسيك. يسعدني أن ألتقي مع أكبر بحار وهو السيد بحري بن علي. اهلا وسهلا بكم دائما في حصه باغي نسقسيك. اليوم رانا مع اكبر بحار بحري في العالم، السيد حسن او شيش. حسن، سموك حسن شوفي. نلتقي مع اكبر بحار السيد بحري شوفي. اليوم رانا مع أكبر بحار السيد حسن شوفي. نلتقي مع أكبر بحار في العالم وهو الشوفي بحار. كيسموك؟ شوفي البحار. شحال في عمرك؟ في عمري 33 لا لي قد زيد شوية فلاش باش أكبر بحار 60 طن. 60 طن. نلتقي مع أكبر بحار في العالم، اسم الكريم؟ شوفي البحار. عمري 60 عام. شحال كان في عمرك كي بديت تصيد؟ كنت عندي هكا 16 عام هكا. نقص 14 هكا، كان عندي 14 عام هكا. 13 عام. زيد نقص بالخمسة بستة. نقص بالخمسة بستة باش نخلعوهم. قلنا أكبر صياد أكبر باسكو بديت صغير. ثلاث سنين. في شحال كان في عمرك كي بديت الصيادة؟ 3 سنين هكا. شحال من شهر؟ 3 سنين هكا وربع شهر. كان في عمري اكزاكتومون الو 57 موان 30 طون. صافي كومبيان؟ لا نقص شويه. نقص شويه. سي حسن، شحال كان في عمرك كي بديت البحر؟ بديت البحر على لاج دو 23 زون. لا علاش؟ زيد نقص. قلت لك ماكسيموم. سي حسن، شحال كان في عمرك كي بديت البحر؟ بديت البحر الصياده اكزاكتومون ا 17 طون. حسن زيد نقص. زدت في البحر. انا كي زدت في البحر داوني للبحر، قاسوني بالكوش، قاسوني في البحر وبديت نعوم. شوف بديت نعوم الاج دو 3 زون، حتى عشقت فيه وعشق فيا. وبديت صيادة يعني كان عندك بابور؟ لا، شغل تعلمت مع عند الغاشي والتماكينة. صاي كان عندك بابور؟ خليها لك جدك. صح. فلوكة ماشي باب. ها؟ كان عندي فلوكة. صح. وشحال عطيني شحال المدة خاطر حكم عليك البحر وكوش، شحال مرقد؟ شحال من نهار مرقد؟ 4 أيام. زيد شوية. مرقد 17 يوم. مرقدش كاع؟ مرقدش. وكي دخلت للدار عاود دخلت 17 يوم؟ عاود خرجت واحدة أخرى. صح. بغيت نسقسيك سؤال ثاني، خرجت البحر مع جماعة ولا ما خرجت؟ وي بيان سور خرجت. أنت كنت الرئيس؟ وي زيد. أنا هو الرئيس وأنا اللي كنت نوري لهم كي يديروا كي ما يديروش، كيقيسوا الشبكة كي. شحال كان في عمرك؟ كان في عمري تما كينا ماما وهكا.
5 سنين. كان في عمرك 5 سنين. احكي لنا يعني اكبر حوته صيدتها. اكبر حوته سمكه الطونه العنيده. شحال فيها من فيها؟ واحد 6 قناطر و40 كيلو. شحال فيها من متر؟ فيها واحد 6 متر. لا لا زيد شويه في المتر. قول من الوهر شحال فيها؟ فيها من البني صاف من البحر. البحر بحر بحر. والكبيره؟ الكبيره فيها 100 متر. ها. مش من عقابوطي ولا صارقولة؟ لا لا هذه يسموها لو كونغر. لو كونغر لو كونغر جيون. تعيش معاه 100 عام هي. ها تعيش تعيش. بغيت نسقسيك انا هي اسطوره انا زعمك ماشي ما نامنش بها ما نشوفهاش. عروس ربح قالوا لي بلي شفتها. وي بيان سور. اسمها زينب. زينب زينب. نضل معاها. هضرت معاك؟ هضرت معاها ونهضر معاها. سي عشان بغيت نسقسيك سؤال يعني وعلى بالي غير انت اللي تجاوبني به حتى واحد ما جاوبني فيه. عرس البحر كيفاش عرفتها؟ كيفاش تلاقاتك في البحر؟ كيفاش حكيت معاك؟ كيفاش طيتها؟ الديتاي يعني باغي. ها لقيناها دوك وخرجت البحر في الظلمه وكاع خرجت لي في الظلمه. يا صاحبي راك باغي توصل واحد الموصل غادي تبكيني. فكرتني بها. كي خلاوني ثم في الضو هيا خرجت لي عروس البحر. شفتها شوف يعني نقول لك كي لحنش تخرج هكا وتولي شفت فيها شفت فيها قلت غير هذه اللي غادي نديها. فينالمون نلت ديتها عطاتني التليفون تاعها روحت زورتها 3 خطرات. عروس البحر عيني هاكي دايرين زرقين. وصفها لي وصفها لي. كولر تاعها شغل جاي فيها بزاف لي كولر. عينيها زرقين شعرها صفر. عينيها زرقي كيما تاوي كيما تاعي. عينيها خضوره كي رشيد. كي هضرت مع شغل هضرنا معها باللغه تاعهم هكا. كيسموها اللغه تاعها؟ اللغه الزندليه. اللغه الزندليه. الزندليه قالوا لي هضر تهضر باللغه الصينانيه. لا لا انا علاش قبلتني انا زواوي انا قبايلي. هي تهضر قبايليه. نعم قلت لها دا شو تبغيت؟ ماشي دا شو تبغيت مني غاستعجب ضيا. اللغه الالمانيه. قلت لك شلي فيديش شلي فيديش. وشفت فيها وشفت فيها. وي بيان سور. ديت النيميرو التليفون تاعها؟ لا وي وي. ديت النيميرو تاعها راك عاقل باش يبدا؟ وي ابيبري ب 06. وعرفتك بلي ارجيريا؟ عرفتني بلي من الجزائر. وشحال نيفو عندها؟ نيفو عندها 3 اي اس تاع بكري. تاع بكري. هاو شا قالت لك حنبوك شا قالوا كيفاش فهمتها؟ جبتوا ترجمان ولا غير تفهمتوا؟ شغل كاين واحد يعرف هكا يهدر معاه. يعرف الزندانيه؟ اي والله يعرف الزندانيه قاعد يهدر معاه. ايوا حنا قاعدين متشيخين هكا. كيما كانت تخرج من البحر كنت تبكي كنت توحشها كنت انا شوف كي يكون الموفي طون تبكي انه تطيح وانا الدمعة تطيح. قالوا لي رحت عندها عوم خطره تنمو توحشتها. عوم ما كانش ما كانش كان 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 المازوت ما كانش. شا درت؟ شا ندير؟ بالعوم. بالعوم شحال عمرك؟ 6 ايام قالوا لي. لا 5 ايام. 5 ايام. 5 ايام. نقول 6 ايام. وارجع 5 ايام وهي سلكتني. لو 5 ايام جور. هي سلكتني. قالت لك حمو الكلمه التاليه اللي قالتها لك. قالت لي قالت لي راني معاك هنايا حاجه تخصك ولا حيه ولا مانيش عارف رانا معاك حاجه ما تضرك ان شاء الله. بغيت تحكي لنا على نهار اللي كنت شاليتي تاعك والخطر وسلكتهم كاع 23 واحد سلكتهم. نعم ديطاي. ليكيباج كنا 24 بيا انا. وي انا الرئيس. انت الرئيس. عندي 23 تحتي. واه. منين داخلين للمرسى يا في الطريق دوك حنا عندنا مشيه تاع واحد زوج سوايع هكا للمرسى. هيا علينا البحر. شحال الموجه الكيلومتر تاعها شحال؟ هكا جوج كيلو هكا. شنديرو شنديرو شنديرو؟ قلت لهم خوا نديرو كيما التيتانيك. قلت لهم ما تخافوش ما تقلقوش ما تقلقوش دوك ساعة ساعة ونص ندخلوا إن شاء الله اليابسة. ما بغوش يسمعوني. 1000 صندوق زيد حنا 24 واحد كل واحد فينا يوزن قنطار
البحر. هي دير لها حسابها. خمت في لاستابيليتي دو نافي. يعطيك الله الصحة. شحال قعدتوا في الماء باش تدخل اليابسه؟ قعدنا 21 يوم. وانا شدرت قلت له دروك غادي تصرنا كيما التيتانيك. لي فامي لي زونفون دابور. يعطيك الصحة. فطرتوا ذاك النهار؟ شافترنا فطرنا بحر. ومن بعد انا خممت هذه لي فاميلي زونفون دابور ما تعرفهاش علاش؟ علاش؟ قالوا غادي نقيسوا قبل لي فاميلي زونفون دابور باش يشوفوا سي فوا سي بور فوار سي نيا با دو روكان. نزيد لك حاجه ليسونس كمل المازوت كمل المازوت يقولوا شنو نديروا واحد السيد تيلمون ضربه في الراس قال لي انا نموت انت تسلك انت بصح انا الرئيس غادي تموتوا كاع على جالي ولا نموت انا على جالكم خيروا ديروا بيلو فاس شاد دار انا نهضر والسيد راح يتقب في الفابور حتى نشوفها قلت لهم حسن قالوا لي كيكمل المازوت انت يا درت فمك في الموتور وقعدت تعطيهم في الانرجي واعطيك الله الصحه هذه هي الانرجي قالوا لي الانرجي شعل الموتور يا ودي شوف كل شيء وانت اللي كنت كل شيء انا كنت كلش قايم بالحاله وكاع انا قمت به بارك الله فيك بحري اسمك بحري شباب وانت باين ارتيست ونشكرك وكيصح احكي لي كيفاش قبلت تعاونني وتساعدني في هذا باش البرنامج الحصه تاعي تنجح دخلت قلبي الله يخليك علاش عاونتني في هاد يعني عاونتني وجيت معايا علاش انت خطاش تسبه الله سيران الله عندك عمي صحيح في الحلقه المقبله انت ولا انت باغي نسقسيك